نادي نادي الظفر الاجتماعي، واحنا من العمر 60 سنة احنا هني انتينا، واليوم يونا اطفال من مركز المشاعر واحنا مستانسين وياهم. يا مرحبا فيكم وسهلا، رحبتونا وسلاما لكم من قلبي لكم وإلي، أحبكم كثيرا يا أمهاتي. أمي حبيبتي أمي، رضاك يا أمي دنيتي وجناني. يا حبيبتي أمي، رضاك يا أمي دنيتي وجناني.